السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناتنا مسيرة التعلم. اليوم لقد أحضرت لكم موضوعا وهو فرض الفصل الثاني في التاريخ والجغرافيا للسنة الثانية متوسط. إذا سوف أقرأ عليكم هذا الموضوع ولن أقوم بحله، فكما قلت في الفيديوهات الفائتة إنها مادة حفظ وكل شيء موجود في الكراس. إذا سوف أقرأ، لا أطيل عليكم، وسوف أقرأ عليكم هذا الموضوع. مادة التاريخ. السؤال الأول: صنف العلوم التالية في الخانة المناسبة: علم التفسير، الفقه، الكيمياء، علم الفلك، الرياضيات، النحو. إذا ولدينا خانتين، إذا علوم نقلية، علوم عقلية. السؤال الثاني: اربط بسهم ما يناسب كل عبارة: الإمام البخاري، أبو الأسود الدؤلي، الإمام الطبري، الإمام مالك، الحسن بن الهيثم، الشريف الإدريسي. إذن مع الجغرافيا علوم اللغة العربية، تفسير القرآن الكريم، الكيمياء، الفقه، وعلوم الحديث. إذن السؤال الثالث: كان التطور الحضاري الكبير للمسلمين خلال العصور الوسطى أثر كبير على ظهور النهضة الأوروبية، بين كيف انتقلت الحضارة الإسلامية إلى أوروبا. أبرز مظاهر التأثير الحضاري الإسلامي على أوروبا في المجال الاجتماعي. ثانياً الجغرافيا. السؤال الأول: أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ. أولاً: يقع جبل فوجي في الصين. ثانياً: طوكيو هي عاصمة اليابان. يحد اليابان شرقاً البحر المتوسط. تقدر مساحة الصين 6.9 مليون كيلومتر مربع. السؤال الثاني: اشرح مفهوم الأمن الغذائي والأرحبيل الياباني. ننتقل عفواً، لم يكن يظهر. ما هو؟ إذاً الوضعية الإدماجية الإشكالية: تعاني الصين واليابان من صعوبات كثيرة، كما تشهد الدولتين نموا سكانيا كبيرا جدا. فما هي هذه الصعوبات وكيف استطاعت الدولتين التغلب عليها؟ السند الأول: تتعرض اليابان سنويا إلى حوالي 50 هزة أرضية. السند الثاني: قامت الصين بإصدار قانون تحديد النسل للتغلب على النمو الديموغرافي الهائل الذي تعيشه. التعليم: اعتمادا على السندين وعلى مكتسباتك، اكتب فقرة لا تتعدى 10 أسطر تبين فيها المعيقات الطبيعية والبشرية التي تشهدها الصين واليابان والأساليب المستعملة للتغلب عليها وتحقيق الأمن الغذائي. إذن لقد أنهيت موضوع اليوم، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، موضوع آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.